فأنا أؤمن أنه إذا إنسان اكتشف الحقيقة لا يمكن أن يكون موقف معتدل. بتسميها تطرف بالحقيقة، بتسميها اللي بتريده، لا بأس، إنما إما هذه حقيقة إما لا، ما في موقف بين الاثنين. وهودي يعني بيخدهم الإنسان من طفولته وبيصيروا ينمو معه ينمو معه ينمو معه ويطورهم أو يتطور فيهم. وقد ما يقول الإنسان إنه لا يتأثر بهالكم سنة يلي قضاهم بالبيت قبل ما يطلع لبرا، بالعكس يعني هذه هي الانطلاقة. علمتك إنك تصلي. إيه. وبتصلي لمين؟ للعذراء. بتصلي للعذراء. شو علمتك إنك تصلي؟ الصلاة ولا كيفية ال كيفية الصلاة واللي بتريده. خبرتني أمي إنه وقت اللي شافت ال يعني أو شبه الزهور أو إيه خيل شبه الزهور إنه شبه الزهور إنه بمجرد ما تسلم للعذراء مثل واحد عم بيسلم لأمه يعني، والأم لا تترك ابنها حتى لو مخطئ. وبمجرد ما يسلم حاله الخلاص بيجي من مشاكله، من مشكلة ضميره، من مصاعبه، من الأمور المادية اللي بيواجهها، ومن أمور الروحانية يلي بيواجهها. وأنا وصغير كمان بالضيعة يعني كنت أخدم بالقداس، كنت أستحي كتير وبعدني يمكن بستحي بعض الشيء، كنت أقرأ الرسائل وعطول أنا بقرأ الرسائل كنت أقرأها على صوت واطي، وبالتالي ما حدا شي يسمع بالكنيسة أنا عم بقرأ الرسائل لأنه بكون مستحي هيك، وإنه يا أرض انشقي وبالعينك بدي خلص الرسالة، وإذا غلطت هون وإذا غلطت هوني، وتصير أمي من بعيد تعمل يعني شد حالك أعمل كتير أخطاء قدام هالعدد من الناس وردة فعلهم علي. لاحقاً يعني صار القداس يعني لي أمور أخرى، يعني أمور أعمق من هيك بكتير، خاصة موضوع العودة إلى إنسانيته للإنسان وإلى السلام اللي الداخلي اللي بيحس فيه. هلأ في شغلي هوني أنا يمكن يعني هون بدك تسمح لي أني أسألك سؤال. أنا حضرت قداس بالفاتيكان ككوني سايح يعني حضرت قداس هونيك. في شيء لفت لي نظري انه وقت اللي بيعطوا السلام لبعضهم بهاللحظه بالذات بيوقف القداس. بيوقف القداس تكون خلصوا السلام وبيصيروا الناس يسلموا، لا مش بس تيكونوا خلصوا السلام، بيصيروا الناس يسلموا على بعضهم. وما بينطروا لواحد يجي يعطيهم السلام لحتى يسلموا على بعضهم، بالعكس بيتعانقوا بيتعرفوا على بعضهم، بيتبادلوا نمر التليفونات. غريب واحد جاي من اليابان والتاني جاي من مدري وين. مش هذا القداس اللي انا معود عليه، انا معود على طقس اخر في جمود، خليني اقول اكثر. هلا عجبني اكثر هداك، عجبني هالإنسانية بالعلاقة، إنه السلام هو للبشر بين بعضهم. نحن عنا ما هي كانت عنا للحقيقة مع الوزير. طب ليش ما بترجع؟ منشانك بدي أسألك كنت سؤال، لأنه عندي كتير أسئلة وخاصة بالسنين اللي مرقت صار في عندي كتير تساؤلات بقناعاتي برؤيتي للأمور، وبعدنا يمكن عم فتش عليها لحديت هلأ بقى. القداس هو معمول ليذكر او ليعمل ليسترجع العلاقه يلي كونها تجسد المسيح بين الناس، ولحتى يرجع يستعيدها يوم ورا يوم ورا يوم، لحتى ما تموت هالعلاقه، لحتى ما تكون حاله يتيمه. وخاصه انه
هدف هالاتصال هو الإنسان وإعادة إعادته إلى أصوله. ليش هالجمود بقداس؟ للحقيقة ما فيش جمود مع الوزير. يعني إذا بدنا ناخذ مثلا ناخذ السلام، بالحقيقة السلام كان موجود عندنا وكانت الجماعة كلها تسلم على بعضها. يعني هلا بيسلموا على بعضهم بس هيك؟ لا يعني ما بيطلع. لا بدك تبرم صوب وتسلم وتقدم وتحيي لا مش لازم يكون عندنا جمود للحقيقة. وانت الشغلة كتير مهمة، قداسات تضيع عنا، كل الناس تعرف كل الناس وكل حد بعضها، بس نحن مرقنا بمرحلة ليتني يعني عملنا نوع من الجمود بالأساس. إيه بس ما هونيك لاتين كانوا. إيه بس هلأ تغيروا تحت تأثيرنا. أوكي. هلأ تغيروا تحت تأثيرنا. مثلا أنه بياخد المناولي مثلا. المناولي بالأساس بعد عنا النشيد موجود وتقول قد أكلت جسدك يا ابن الله وعيناي التي مست به. يعني كان يحط البرشينة على الإيد يمسحوا العينين فيه ويرجع يتناوله، والبي ياخد الإربين بالإيد للعائلة تبعه. يعني بأناشيدنا هالأشياء كلها بعدها نحن جمدنا شوي وهن أخذوها عنا وتقدموا فيها يعني، بس مش للتباهي. صدقني وانت ابن ضيعة عم تحكي أجمل طقوس يمكن هي طقوسنا يعني، وأجمل رتب هي رتبنا. بيأدي حركة الأولاد على المذبح، بيأدي هالزياحات الكبيرة يا شعبي وصاحبي، وقامة مريم وزياح الصليب وزياح الميلاد، ما بتلاقيون ولا بأي كنيسة أخرى. وانت ابن كنيسة وابن ضيعة. ايه بس اللي ناقصها هالحركة الأنسنة بين الناس. ايه لأنه هيدي مش بس يعني عبادة للرب، هي كمان لقاء الجماعة مع بعض. لقاء الجماعة مع بعض هون دور. بتشوف العبادة للرب، بتشوف الناس خاضعين بس ما بتشوف لقاء الجماعة. هذا دور الخوري، وأنا هالمساج أقوله حتى على التلفزيون إنه لازم نتأنسن أكثر. وهذا الكلام نحن بدنا نسمعه، لأنه نحن اليوم بحاجة ريفورم لترجية. نهضة لترجية كتير مهمة مع الوزير، والنهضة لترجية اللي انعملت بالكنيسة ما انعمل مثلها بكل الكنيسة. نحن مش عم نجدد، نحن عم نرجع لأصول أصول القداسات. وشغلة كتير مهمة نوافيرنا وطقوسنا هي بدايات الكنيسة يعني وبدايات الاحتفالات. حكينا شوي عن الوالدي، قلت لي الوالد القديس بدك تطوب. ليش الوالد القديس؟ لأنه أنا بشك إنه بي عمل شي خطيئة بحياته يعني. أكيد عامل يعني، بس ما بشوفه. بي الهوبي تبعه يكون شماس بالكنيسة. بي من يلي يعني ما بيرضى انه حتى انسان يحكي بالعاطل عن اي انسان اخر يعني. القيم عنده كتير ماسك عليها. بتقولي منين طلعت انت؟ انا انا ما علي ان اقول اي سؤال. باري بس لا انت، انا ما عندي حكم مع الوزير وحياتك ما عندي حكم. ما طلعت انت قلت مثل ما قال المسيح انت قلت. لا صدقني انا ما عندي حكم، انا ما عندي حكم. ايه بقى مثلا بي ضد التحزب. هون ليش تحزبت؟ احسن ما بدك تفوت بالسياسه. لا مش حوت السياسه عبد الله. ايه قلت لك انا يعني شخصيتي شخصية إنسان عندما يقتنع بشيء أصبح كليا لهذا الشيء. هلا يمكن هذه شغلة في كتير يعني بيلاقوها عاطلة بأي إنسان اللي كان، مش بس فيه، بس هيدي شخصية. مربولوس كان هيك، وكل اللي بيختاروا خيارات صعبة بالحياة ما بعود شيء هيك. كبرنا ورحنا على المدرسة، رحنا على الحكمة. كيف ربوك بالحكمة؟ تعرف تربية الحكمة كيف؟ يعني تربية قاسية خليني حددها. بس كمان ما كنت بعد واعي، لأنه بالحكمة كنت بعدني بالصفوف الصغيرة. وخيي بهديك الفترة كسر إيده، وستي كانت مرضت، لذلك انجبرت امي ترجع تطلع تعيش مع ستي حتى تهتم فيها بالضيعة. عشان هيك تركنا مدرسة الحكمة وطلعنا على عنطورة. وكمان يعني اذا ملاحظ من كنيسة فيها
شد لكنيسة كاتيشاز قوي لكنيسة فيها كاتيشاز قوي وبعدين من بعد عنطورة أنا هون بعنطورة صار عندي مشاكل بالمدرسة يعني الانتقال ما كان هين خاصة إنه رجعت على محيطي على الضيعة رجعت على الموقع يلي بهداك العمر هيك بيعطيك واحد مثل كأنه بياخد كمية أكسجين فرد ضرب كتير قوي بينتشي بقى النشوة اللي اجت من الرجع على الضيعة أثرت على المدرسة مشان هيك انجبرنا يعني غير المدرسة هالمرة من وراي يعني تروح على الويزي وبعدين توفت ستي وامي يعني قررت تعملنا نقلي انه هلا الاولاد صار لازم يتعرفوا على المدينه يتعرفوا على الجو نزلنا واخذنا بيت على الجميزي وغيرت كمان مدرستي وفتنا على الفرير. ليش فتت على الفرير؟ ما رجعتش على الحكمه؟ كان في حدا بتحبيها بالمدرسه؟ طبيعي مدير الفرير برنار حبيقة كان هونيك وبتعرف كيف الاتصالات بتكون انه بالاخر يعني ابن حبيقة بيروح عند ابن حبيقة وهيك اللي صار. هيك صار دخلنا الوظيفة عملنا اتيود بنكير بالاول توظفنا واجت الحرب ما بدنا ندخل بكل هالمراحل بس شو هي المحطات اللي كانت صعبة عليك بالحرب من شو عانيت اكتر شيء؟ ليك الحرب بأول السنين تبعها كانت حرب متحركة كانت بعد ما رسمت الحدود هذا ما يسمى عن الخطوط الحمر اللي كانت قائمة خلال الحرب كانت بعدها عم تتحرك بشكل كبير وقلتلك أنا بيتي وأمي يعني على الجميزي أي بعيد 500 متر عن الأمبير يلي كانت خط المواجهة وبهديك الفترات كانت الجبهات عم تتغير وعم تسقط وحده ورا الثاني وكان السؤال عطول يلي واحد بيسال حاله فيه خاصه يلي بيكون بجوا انه اي هو الاهم بقائي ولا بقاء اللي وراي يعني السيرفي بيرسونيل ولا الجماعي ما بدي اسميها كومينوتير لانه فعليا اللي عم فكر فيه كنت عائلتي الصغيرة يلي وراي وفي أيام كتير كنا نعيش يعني ببانيك دايما إنه هالأمر ممكن يخلص وهلا وقت اللي كنت أرجع على البيت كانت يعني أمي عطول إنه أنت محمي يا ابني ونحن هون تعرف بترجع بتلاقي امك عمتك خيك العالم كلهم سوا عم بيصلوا انه ان شاء الله يرجعوا طيبين وكذا هلا كان على طول السؤال انه طيب ليش انا بصلواتك محمي تاللي مات يعني امه ما كانتش عم بتصلي له او شيء وانه هيدي شغله ربانيه هون بيتعلم الواحد انه يكون نوعا ما قدري وبعرف انه هالامر هذا مش كتير لا يتطابق كثيرا يعني مع الايمان المسيحي بس بهديك الفتره في كتير امور ببلش التضارب حولها وهديك مرحله صعبه جدا كانت علي شخصيا انه يعني الايمان كله سوا ببلش ينحط عليه علامات استفهام لماذا؟ ليش؟ شو السبب؟ شو السبب لفي هالقد وجع؟ شو السبب لهالقد في دمار؟ طب وين رسائل المحبة اللي تعلمناها؟ طب كيف ممكن يعني هيدي تتطابق مع هاي؟ وبقول لك شغلة انه هودي الأسئلة ضلوا لفترة طويلة ينطرحوا لدرجة انه مرة كنت قاعد مع ثلاث رجال دين مطارني كانوا سألتهم سؤال ما بعرف إذا يعني هلا بهالجلسه ممكن يتجاوب عليه بس انا هذا سؤال سالته والسؤال كان هل يمكن لمسيحي في سبيل الدفاع عن نفس ان يقتل نفس اخرى يعني هل هذا امر شرعي